بدي هدنة اللي رجعنا على مطرحي. ليش؟ ايش بدنا؟ احنا بدنا الحرب يخلص وبدنا نرجع لكل دوره. ليه؟ ايش ليش؟ احنا عشان متشردين هنا. انا بدي اضل انا وخمسين نفر متشرد على الجنوب. هذا الله بيقول هش ولا ربنا ولا العالم كله بيقول نضل متشردين عن ديارنا. إذا بالنسبة للنزوح طبعا النزوح فيه معاناة شديدة بالنسبة لوجودنا في المكان اللي احنا نازحين فيه، أما بالنسبة للهدنة أغلب الشعب أغلب الناس النازحين بينتظروا أنه تصير هدنة. في تساؤلات كتير من الناس وأنا من ضمن الناس بتساءل ما بعد الهدنة أو في أثناء الهدنة، هاي سيتم رجوعنا إلى الشمال إلى غزة إلى الشجاعية إلى الشمال إلى الشيخ رضوان، هذا كثير أغلب الناس تتساءل ومش أنا لحالي. بعدين هل الهدنة مرهونة بانسحاب يعني من ضمن الهدنة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة؟ هذا السؤال احنا برضو بنتساءل أو أنا بتساءل. الهدنة أعتقد أنه القوات الإسرائيلية رح تضلها موجودة في غزة، ما فيش انسحاب قوات إسرائيلية أو بدليل تصريحات الجيش الإسرائيلي وتصريحات القيادة السياسية الإسرائيلية أنه ستستمر الحرب، ستستمر الحرب بعد الهدنة وما فيش يعني ما أعتقدش أنه إحنا في عنا طموح أو عنا أمل أو مستبشرين خير في الهدنة. كان المفترض اليوم تكون بداية التهدئة لكن للأسف يعني تم تأجيلها لأسباب لا نعلمها. التهدئة بالمناسبة كانت فرصة لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة رغم أنها لا تلبي طموح هذا الشعب الفلسطيني اللي كنا واقعيين وصريحين، لكن الركيزة الأساسية أنها توقف سيل الدماء في قطاع غزة. لربما كل دقيقة نسمع عن مجزرة عن إرهاب عن دماء، هذه التهدئة كانت الفرصة الوحيدة لوقف هذه المجازر ووقف سيل الدماء الفلسطينية، وكانت لربما يعني من أجل ترميم محاولة ترميم ما أحدثه المحتل من قصف ومجازر وإصابات وشهداء هنا في قطاع غزة.